ايه ده بقول لكم ايه يا اولاد توفيق، اديكوا قصاد بعض اهو، اقعدوا وتكلموا وفضفضوا، خرجوا كل اللي جواكم، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، المهم عندي انكم تخرجوا من الاوضه دي وايديكوا في ايد بعض. تخرجوا لي انا هستناكوا بره على الكنبه، مش هتحتح الا لما تقولي وتقولوا لي خلاص يابا. صافي يا لبن، حليب يا قشطه، ربنا يهديكم. بعدين هنفضل واقفين ساكتين كده ما نقولش ولا كلمه؟ لتشوفوا حق احمد. والله اللي انا شايفه اننا نحط ايدينا في ايدين بعض وننسى اللي فات كانه ما كانش. ودي ايدي هي يا احمد. سامحني يا حاج. ما تزعلش مني بس لو في حاجة بينا وبين بعض قولها بينا وبين بعض، مفيش داعي قدام أخوك الصغير وأبوك. هتفضحني يا أحمد. عفوا يا حاج، ما تقولش كده، معاش اللي يفضحك، ده أنت الكبير. ساعات بحس إن أنت الكبير، ساعات بحس إن أنت مسؤول عني. العفو، أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا حاج فتحي، ولا أقدر أبعد عنك. يعني فهمتني يا أحمد؟ من زمان قوي يا حاج، فاهمك من زمان قوي، أنا أكتر واحد فاهمك والله. بس هو اللي جد علينا، اللي قلب حنا وشقلب كياننا، ما انت عارف انا هقول لك. قصدك ايه تاني؟ لا 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 لا، الله يبارك لك يا حاج، الله يبارك لك، مش عايز اتكلم في السيره دي. لا، ما احنا لو هتصافى لازم نطلع كل اللي جواك. انت قصدك بدريه صح؟ ابوس ايدك يا حاج، بلاش السيره دي بقى. انا عارف ان بدريه هي السبب، حتى لو بدريه غلطان انا هغلطك انت. ليه يا حاج؟ عشان بحبها. وهو يعني عشان بتحبها يا حاج؟ لا مؤاخذه يعني لا بقول لك بحبها، ما اقدرش ارفض لها طلب. وليه ده كله يا حاج؟ ما اعرفش، يمكن ادمنتها يا كمان، يمكن عامله لي عمل. مش انا اكتر حاجه في الدنيا بحبها الفلوس؟ انا ممكن ارمي الفلوس اللي كسبتها تحت رجليها، انا ممكن اعمل لها اي حاجه عشان اشوف ضحكه منها. لا اله الا الله، انا خايف يا حاج تطلب منك راس ابوك واخواتك ترميهم تحت رجليها. كلام اللي انت بتقوله ده يا احمد كلام ايه؟ لا لا، مفيش حاجه يا حاج، خلاص، الله يبارك لك، انسى اللي انا قلته كله. يا حاج، اللي بيني وبينك مقدور عليه صدقني، بس خد بالك من بدريه، خلي بالك من بدريه. اي حاجه تانيه انساها، خد بالك من نفسك يا حاج، وما تنساش انك انت بقيت رئيس مجلس اداره الشركه. يعني انت اللي في وش المدفع يا حاج فتحي؟ لا، كلنا في وش المدفع، مش عايزين نضحك على بعض يا ابن توفيق. بقول لك ما اقدرش ارفض لها طلب. ما ترفض لهاش طلب، ما تقولهاش لا، بس على الاقل يعني مش لازم تعرف كل حاجه عن الشغل، تعرف بس اللي احنا عايزين نعرفه لها. ماشي ده انا اعرف اعمله. هعرف، ما تقلقش يعني، انا هعرف اعمل ده. مش قلقان. طب ايه بقى؟ الله، ما يلا بينا نروح نشوف ابوك ده. يلا، لانه هو اللي قلقان. انا مش زعلان مني؟ عيب عليك. ها؟ يلا. ان شاء الله يا حبيبي فتحي، بامر الله تعالى انا هذبح. في حاجات كده بيبقى لازم لها ذبيحه. ان شاء الله. شفت اللي قالك صافي يا لبن؟ اهو بياكل رز بلبن.